السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين. وهنبتدي مع بعض السنة دي هناخد مع بعض Discovery Grade 1 Second Term. طبعا منهج جميل جدا، النقط اللي فيه اللي لازم تتعرف مش كتير، منهج بسيط وسهل، والمعلومات اللي فيه جميلة جدا وانتم هتستمتعوا بيها. يلا بينا. احنا طبعا اولاد دلوقتي احنا هندرس مع بعض منهج الديسكفر للسكند ترم تو برايمري 1. اول درس هناخده بسيط جدا وسهل، تعال نشوف. طبعا احنا عندنا هنا في الملزمه بتاعتنا في مقدمه ظريفه جدا ليك عشان تعودك انك انت تبقى بعد كده شاطر جدا في الساينس. هناخد سيم 3، طبعا هندرس سيم 3 وسيم 4 ونفس باسم نفس السيم، هناخد إن شاء الله في جريد 2 وجريد 3 بنفس العناوين، ما بتضايقش، إحنا ماشيين على نسق واحد. How the world works، كيف يعمل العالم؟ Chapter 1 بيتكلم عن How goods are made around the world، يا ترى كيف تصنع البضائع حول العالم؟ أول حاجة هنعملها أولاد إن إحنا هنرسم أشياء make you happy، تجعلك سعيداً، أشياء أنت لا بتحبها جداً لو اقتنتها أو عملتها هتبقى هابي. زي إيه؟ مثلاً في ولد يقول أنا بحب ألعب كورة، في ولد يقول أنا بحب أكل آيس كريم، يعني هنا هرسم أي حاجة تخليني سعيد، وليكن مثلاً أنا بحب الآيس كريم جداً، ممكن أرسم كده بولات آيس كريم. عايز أشوف بقى شطرتك في الرسم والتلوين، وعليها كده حتت من الشوكولات فوق، ممكن يكون في هنا مثلا حتت شوكولات، تعرف الحاجات دي بتبقى يعني فيها ألوان كتير. عايز أشوف بقى جمالك كده وانت بترسم وبتلون. في واحد تاني يقول لك لا ده أنا بحب ألعب كرة قدم، فكرة القدم ممكن تكون مثلا كده كرة، ومثلا احنا ممكن نعمل لها حواف كده مثلا ملونة، يعني مثلا نقول ايه كده مثلا اوكي كده يعني اي حاجة انت بتحبها بتخليك سعيد. مثلا بتحب تركب بايسكل، ترسم بايسكل، تحب تاكل بيتزا مثلا، ممكن نرسم بيتزا مثلا. لو قلنا هنا مثلا بيتزا اهي ومليانة توميتو، وطبعا احنا عارفين البيتزا بتبقى متقسمة 8 قطع، يعني ممكن تكون متقسمة كده دايما، دي شكل البيتزا اوكي. وهنا مثلا توميتو، حتة توميتو هنا مثلا كده بقى زي ما انت عايز، وفي زيتون كمان بنحطه اوكي. اي حاجة تخليك مبسوط ارسمها. طبعا ده بيختلف من شخص الى اخر، الحاجة اللي بتخليني انا سعيدة غير اللي بتخليك انت مبسوط اوكي كده هوت. طيب في عندي ايه كمان؟ مثلا في واحد يقول لك انا بحب اشرب ميه مثلا، يبقى مثلا هو عايز يشرب ميه مثلا ادي مج ووتر، كوبايه اهي مثلا وفيها ووتر ماشي. اقوم هنا حضرتك نرسمه مثلا ونلونه باللون، تعرف الووتر او الووتر طبعا ملوش لون، يعني الووتر وزود كلر هنا. طيب تعال نشوف بعد كده ايه الفرق بين النيدز والوانس. يعني ايه نيدز؟ نيدز يعني احتياجات ضرورية ما اقدرش استغنى عنها ابدا، يبقى نيدز من احتياجات، حاجات ضرورية. وانس حاجات بحبها ولكن ممكن استغنى عنها، يعني ممكن يعدي عليا يوم اتنين اسبوع شهر ما اعملهاش، ولكن انا حياتي مش هتأثر. انا بحبها بس ممكن الاستغناء عنها لو هي ما هيش موجودة. طب ايه هي الامثلة للحاجات النيدز والحاجات الوانس؟ يلا بينا نشوف. بعد كده ننزل شوية كده ويقول لك هنا ايه النيدز. النيدز هي حاجات ايه انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها في نفس الوقت. هقول لك زي ايه. هل انت تقدر تستغنى عن الفود؟ لا طبعا، ده انا من غير الفود ما اقدرش اعيش. طيب هل تستغنى عن الووتر؟
لا ده الوتر ضروري جدا، ده انا حتى ببقى في رمضان مش عايز اكل، بس ما اقدرش استغنى عن الميه، عطشان جدا. طيب تقدر تستغنى عن الاير؟ اير الهواء؟ لا ده انا لو قعدت ثانيتين من غير هواء حاسه ان الرئه بتاعتي هتنفجر. يبقى ما اقدرش استغنى عن الفود ولا الووتر ولا الاير ولا الشيلتر. ايه الشيلتر ده؟ المسكن او المأوى. تعيش في الشارع؟ تعيش مالكش موطن؟ لا طبعا. يبقى هنا النيدز، الحاجات الضرورية، هو الطعام، الماء، الهواء، الشلتر، المسكن. طب حاجات وونتس، وونتس يعني أنا بحبها بس عادي ممكن أستغنى عنها. ممكن أقول آيس كريم، ممكن أقول واتشينج تي في، ممكن أقول بلاينج فوتبول، ممكن أقول فيزيت فريند، فيزيت ماي فريند. حاجات كتير جدا جدا أنت ممكن إيه، ممكن تكتبها في الوانس، حاجات بتحبها ولكن عادي ممكن الاستغناء عنها. يبقى أنا كده عرفت الفرق بين النيدز والوانس. نيدز وي ماست هاف إت، يعني أنا محتاجها، ماست حاجة ضرورية جدا، لكن الوانس إيه، أنا بحبها ولكن إيه ممكن الاستغناء عنها. ده الفرق بين النيدز والوانس. تعال نقلب الصفحة. بعد كده عندك هنا أنا ترجمت لك الغذاء والفود والشلتر، وقلت لك الوي نيد يعني نحن بنحتاج الفود، الشلتر، الووتر. النيدز أشياء لا يمكن الاستغناء عنها. We want إحنا بنحتاج آيس كريم وفوتبول وكيك. Complete the table. Complete the table. صغر البيجي شوية عشان نشوفها. Complete the table. إيه هنجيب حاجات need وحاجات want. يلا بينا. need لسه قايلالي food, water, shelter، وممكن كمان اكتب اير لو لها مكان. تمام. الوانس ممكن نقول كيك، باستا، فوتبول، اللي انت حابه بقى. تمام. عندك امثله كتير، واديتك امثله كتير، وانت ممكن تجيب انت امثله اكتر. طيب نشوف ايه اللي بعد كده. هنا ميك سيركل فور ثينكس وي نيد، هنعمل دايره على الحاجات اللي احنا نيد يعني ما نقدرش نستغنى عنها. طيب زي ايه يا مس؟ تعالى، ده مسكن نقدر نعيش من غير الشلتر؟ لا طبعا انا لازم اعيش بالشلتر. موبايل؟ لا ممكن استغنى عنه عادي. طيب بيتزا، بيتزا ووتر يعني ده فود؟ اه لازمني الفود. بايسكل؟ لا لا مش لازم بايسكل، ممكن اعيش من غيره. البوك، ان انا اقرا، ممكن اعيش من غير القراءه، هي القراءه مهمه جدا بس ممكن اعيش من غيرها. يبقى انا كده عملت سيركل على البيتزا على اساس انها فود ووتر طبعا. تمام. والووتر ومين والشلتر. تعال نشوف البيج اللي بعد كده، ننتقل للبيج اللي بعدها. ماي بنسل، هنبدأ نتعرف دلوقتي على مكونات القلم الرصاص اللي في ايدك ده. كلنا ماسكين بنسل في ايدنا. يا ترى تعالى نتكون، هل انت فكرت ايه هو بيتكون من ايه؟ مصنوع من ايه؟ اتصنع ازاي؟ ما هو ده بقى هنبدأ ندرس ايه؟ هندرس الجودز اللي هي البضائع في العالم. اول حاجه وابسط حاجه انت بتمسك القلم الرصاص. طب هو بيتكون من ايه؟ بص كده قمه القلم الرصاص هتلاقي فيه ريزر. الريزر اللي هي الاستيكه المحايه اللي فيه. طب انت فكرت مصنوعه من ايه؟ مصنوعه من الرابر. رابر ده ولاد اللي هو المطاط. يبقى الريزر الممحاه ومصنوعه من الرابر المطاط. المطاط طب يجي يا ولاد من شجره اسمها شجره المطاط. طيب جسم الايه؟ جسم القلم نفسه مصنوع من ايه؟ مصنوع من الود، الخشب. الخشب، هل انت فكرت الخشب بيجي منين؟ بيجي برضو من خشب الاشجار. طيب ليد اللي هو ماده الرصاص نفسها اللي انت بتكتب بيها، مصنوعه من الجرافايت، مصنوعه من الجرافايت اللي هو الكربون او الفحم. يبقى هنا عندك القلم الرصاص مصنوع من الريزر، والجسم بتاعه مصنوع من الوود، والسن نفسه الليد، السن نفسه مصنوع من الليد اللي هو الرصاص، القلم اللي هو الرصاص نفسه مصنوع من الجرافايت.
تمام، يبقى هو مصنوع من الريزر بتاعته مصنوعة من الرابر، والبادي مصنوع من الوود، والليد مصنوع من الجرافايت. طب يا ترى هو بيتصنع ازاي؟ دي الخطوات steps of making a pencil. يا ترى هو ايه خطوات تصنيع البنسل؟ تعال كده معايا. اول حاجه اولاد البنسل، صغر الشاشه سوا. اول حاجه طبعا اتفقنا ان الرابر بيجي من تري مخصوصه اسمها شجره المطاط. بنحصل منها منين؟ على المطاط. اما بالنسبه للوود بيجي برضو من خشب الاشجار، من الايه؟ الخشب بتاع الاشجار. طيب الجرافايت بقى بيجي منين؟ بيجي من اندر جراوند، من اندر جراوند يعني من باطن الارض. بتبدا يجيبوا المطاط من شجره المطاط، والوود بيجيبوه من برضو من التريز، وبيجيبوا الجرافايت من اندر جراوند، وهنا كمان بياخدوه بقى يقوموا ينقلوا كل الحاجات دي، يودوها لمين؟ للفاكتوري. فاكتوري يعني بيودوها للمصنع. المصنع بقى هو المسؤول على ان هو بياخد الحاجات دي كلها وبيصنعها لك وبيعمل لك منها البنسل. يبقى الخطوات، انا بجيب المواد دي يا اولاد اسمها ماتيريال. الكلمه دي يا ريت تحفظها عندك، ماتيريالز يعني الايه؟ المواد الخام اللي بتصنع منها. مواد الخام اللي هي ايه يا مس؟ الرابر والوود والجرافايت. انا بجيبهم بنقلهم للفاكتوري، بيتم عمليه مانيفيكتشر او مانيفيكتشنج، تصنيع، وبيصنعوا لي فين بعد كده؟ بيوصل لي القلم الرصاص اللي حضرتك ماسكه في ايدك. يبقى دي الستبس اوف ميكينج ا بنسل. بعد كده اولاد ان شاء الله انا كده خلصت معاك، عشان يبقى لسن صغير، انا كده خلصت معاك اول جزء من اجزاء منهج سكند ترم ديسكفر جريد 1. اتمنى يكون الدرس هو بسيط وفادك وانت استمتعت بيه. برجاء الضغط على زر اسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اشكرك جدا. وزيو مس مابوفيت ساينس تيتشر، ثانك يو اند جود باي.